معكم زينب متالي، انا ساكنه في مدينه ايت ملول، شابه مغربيه حاصله على دبلوم اطار من الجامعه الدوليه باكادير، اضافه الى اجازه في القانون الخاص وكذلك اجازه مهنيه كوكيل في التنميه الاجتماعيه، اضافه تنحضر واحد الماستر في التعاون الدولي. هذا بالنسبه للمسار الاكاديمي. بالنسبه للمسار المهني، انا مقاوله ذاتيه في المجال ديال الاداره وتتبع المشاريع، وفي نفس الوقت اسست شركه في المجال ديال التدريب وفي المجال ديال الخدمات. بالنسبة لحكومة الشباب الموازية، أنا في السنة الماضية قريت الإعلان في الفيسبوك عن طريق الصفحة الرسمية لحكومة الشباب الموازية، وكان هناك ملء للاستمارة من أجل ترشح للحكومة الشباب الموازية على المستوى الجهوي. من ثم ترشحت ودزت من جميع المراحل، اللي كانت إرسال السيرة الذاتية، اللي كانت مقابلة مع هيئة الترشيح، وتم الاختيار ديالي في حكومة الشباب الموازية على مستوى جهة سوس ماسة. حاليا بعد ما تشكلت الحكومة الفعلية، تم الإعلان على حكومة الشباب الموازية على المستوى الوطني، وتم الترشيح ديالي وأنني ترشحت باش نمثل جهة سوس ماسة في هاد الحكومة ديال الشباب الموازية. هذا هو المسار. حكومة الشباب الموازية أول حاجة هي هيئة مدنية، يعني هيئة مستقلة على الحكومة الفعلية. ثاني شيء هي حكومة شابة، يعني تتكون من شباب وشابات من مختلف ربوع الوطن. المسألة الثالثة، شنو هو الدور ديالها؟ الدور ديالها تشتغل على تقارير بالموازاة على العمل الحكومي، إضافة إلى توصيات وكذلك بدائل من خلال تتبع ديال العمل الحكومي. أكيد حكومة الشباب الموازية السابقة تتصدر العديد من التقارير، وللإشارة نحن حاليا نشتغل على تقرير لمئة يوم من اشتغال ديال الحكومة الحالية، يعني هناك عمل بالموازاة. نتمنى صراحة بالنسبة لواش تطراعي ولا لا، ما نقدرش نقول نحكم، مازال ما عشتش هاد التجربة، ولكن من خلال التجارب السابقة أكيد كان واحد تقدير لهذا المجهود الجبار، لأنه الاشتغال على التقارير الموازية ماشي شي مسألة اللي هي سهلة، بل هي مسألة مهنية فيها واحد النوع من الاحترافية، فيها واحد النوع من الحياد، فيها واحد النوع من الجانب الآخر الذي ربما قد لا يصل إلى الحكومة الفعلية. وتنتمنى من هذه الحكومة الحالية أنها كذلك تجاوب بصيغة اللي هي إيجابية مع هذه المبادرة المدنية للشباب. بالنسبة للترشيح ديالي، أنا تم الاختيار ديالي من أجل منصب ديال وزيرة شابة مكلفة بالصناعة والتجارة، وهذا المنصب يأتي ربما لواحد المسار، بحيث أنني كنت تنشتغل في الأول في فريلانس، بعد ذلك كمقاولة ذاتية، والآن عندي شركة. يعني هناك واحد الجزء من التجربة اللي هي مهنية التي ركمتها في المجال ديال المجال عموما ديال الأعمال، وفي نفس الوقت إضافة إلى المؤهلات اللي عندي على المستوى الأكاديمي. هادو هما الأمور اللي خلاو أنه يتم اقتراحي ضمن حكومة الشباب الموازية. وللإشارة أن بالنسبة للترشيح هناك أربع عوامل محددة. العامل الأول اللي تشكل 25% هو الحملة الانتخابية الرقمية
عن طريق موقع تم إعداده لهذا الأمر. المسألة الثانية هو مدارسة السيرة الذاتية الخاصة بي من طرف اللجنة العلمية، وهي متكونة من أساتذة ودكاترة وإعلاميين. بالنسبة للنقطة الثالثة هي التي تهم المسألة ديال دراسة السيرة الذاتية من طرف حكومة الشباب الموازية السابقة، يعني أن الناس اللي سبقونا في حكومة الشباب الموازية السابقة حتى هما تساهموا في هذا المجمل ديال النقطة الإجمالية للترشيح ديالي. تنتنفس مع زملاء وزميلات من جهات أخرى، من جهات أخرى حتى هما يعني مترشحين لنفس المنصب، ولكن على مستوى جهة سوس ماسة أنا الوحيدة في هاد القطاع. بالنسبة للقطاع ديال الصناعة والتجارة، هو أكيد واحد القطاع اللي هو حيوي ومهم جدا ويهم الشباب، لأن عن طريقه يتم خلق فرص الشغل، عن طريقه يتم خلق واحد نوع من الثروة، وهو كذلك فرصة للوقوف على نقطة القوة في القطاع الحكومي في هذا المجال، وفي نفس الوقت نقطة الضعف التي من الممكن الاشتغال عليها من أجل تحسينها عن طريق إعداد تقارير موازية ورفع توصيات. احنا حاليا على مستوى جهة سوس ماسة احنا 5 أشخاص اللي تنمثلوا الجهة في قطاعات مختلفة. ايوا الحظوظ، حنا نتفائلوا خيرا. وهذه مناسبة باش نشكر الناس اللي داروا فيا الثقة ويعني صوتوا عليا، وتنتمنى التوفيق. عموما كما اشرت من قبل في احد التعليقات، احنا هنا ماشي في معركة، وانما احنا هنا في واحد الفرصة، هي فرصة للشباب من اجل تجويد السياسات العمومية. انا لا اشكال لدي، من وصل هنيئا لا، وحتى اللي ما وصلش راه هنيئا لا، تبقى اكيد مناضل مدني. هو العمل في تتبع السياسات العمومية يعني هذا عمل منخرطة فيه انا منذ سنوات، يعني ماشي عمل اللي هو جديد، واكيد احنا واكيد انا مستمره فيه. الا كانت هذه الفرصه ديال حكومه الشباب الموازيه والتسرات فمرحبا، ما التسراتش راه لا اشكال ابدا. صراحة واحد سؤال مهم وصعب في نفس الوقت، لأن ما نبغيش قضية دابا هذا السؤال على شكل وعود انتخابية، ولكن اللي متبع الأحداث وأن العالم الآن وحتى احنا كمغاربة وحتى المغرب وحتى يعني الحكومة المغربية الآن تحاول ما أمكن تقديم مجموعة من الفرص من أجل تجاوز تأثير كورونا على الاقتصاد الوطني، خصوصا الشركات الصغرى والمتوسطة. إذا العمل ديالي غادي تكون هذه هي البداية ديالو، وهذا هو المنطلق، كيفية إعادة إحياء مجموعة من الشركات ومجموعة من القطاعات التي للأسف تأثرت بواحد الأثر سلبي بسبب جائحة كورونا، وهي في نفس الوقت فرصة لتشخيص الوضعية ديال هذا القطاع هذا، بحيث أن جزء كبير منه تتشكل من سواء قطاع غير مهيكل أو قطاع فيه شركات اللي هي صغيرة أو لا متناهية الصغر، اللي للأسف ما قدرتش تصمد في السوق بسبب الظروف ديال الجائحة أو لا بسبب ظروف أخرى مثل الرقمنة. هادو كذلك من بين التحديات التي تواجه الشركات. صراحة الموجة ديال الغلاء هي موجة عالمية، وهي من بين التبعات ديال التأثيرات ديال الجائحة، بحكم أن حركة النقل الدولي أصبحت ضعيفة، هناك واحد الارتفاع مهول وكبير جدا يعني في المسألة ديال الاستيراد. أكيد طبعا هذا الأمر انعكس على المواد التي كنا احنا كمغاربة ناخدها بواحد الثمن، شوية لقيناها بواحد الثمن اللي هو غالي جدا. وكما قلنا هذا النقاش فقط ليس على مستوى المغرب، بل هو نقاش عالمي.
الشباب واحد ما عرفش كي غادي الصراحه نوصف، ما بغيتش نقول بان ربما الشباب، جزء من الشباب المغاربه فقدوا الامل في السياسات العموميه، جزء من الشباب المغاربه ما بقاوش يهتمون، وجزء من الشباب المغاربة ربما عياوا، ولكن دائما هناك فرصة للأمل، دائما هناك مستجدات، ومن هنا يأتي صوت الشباب رغم كل شيء. هاد البلاد ديالنا كاملين وأكيد تنتعاونوا من أجل المصلحة العليا للبلاد. يعني الشباب ما عرف الصراحة باش بغيت نجاوبك بهذا السؤال، لأنه أمر صعب خصوصا في هذه الظرفيه هذه، العديد من الشباب اللي فقدوا مناصب الشغل ديالهم او اللي تيعانيو مجموعه من الصعوبات، سواء على مستوى المشاريع الشخصيه ديالتهم او لا كذلك على مستوى العمل ديالهم في القطاع الخاص. اعاده الثقه لهاد الشباب صراحه واحد التحدي كبير، ولكن عنده حلول، عنده أمور اللي ممكن نشتغلوها عليها جميعا. أول حاجة هو نسمعوا لهذا الشباب، ثاني حاجة نوجدوا برامج التي تلبي المطالب ديال هذا الشباب، ثالث حاجة أن هذا الشاب كيف ما كان، سواء في المدينة سواء في القرية سواء في الدوار سواء في أي يعني في أي نقطة في هاد على هاد البلاد هذه، يحس براسه أنه مغربي، سواء كان في الشمال كان في الجنوب كان في الشرق كان في الغرب كان في الصحراء، يحس بأنه فعلا ينتمي إلى واحد الوطن تحترم الكرامة ديالو الإنسانية وتلقى فيه ذاته ويتم التعامل معه كمواطن. بالنسبة لطريقة التصويت الإلكترونية، أنه ممكن يدخلوا الصفحة الرسمية ديال حكومة الشباب الموازية على مستوى صفحة الفيسبوك، وبعد الدخول إلى الصفحة غادي تلقاو هناك الإعلان الرسمي، ثم يتم الولوج إلى منصة التصويت. هذه هي الطريقة التي يتم بها التصويت إلكترونيا. تطلبوا الإيميل، بعد ذلك تأكيد الإيميل عن طريق التواصل برسالة، هذا فقط فيه واحد المستوى من الحماية ديال المعطيات الشخصية، وكذلك من أجل تجنب تكون الأصوات يعني فيها يكون واحد التزوير ولا واحد تزييف، بحيث لأن لكل إيميل صوت، وأنك لا صوت مرة بإيميل يعني ما يمكنش تعود تقدر تصوت بنفس الإيميل، هو فقط إجراء حمائي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.